مهمتنا هي في الصناعة التقليدية في النول. غالبية الناس تخدم في النول وتخدم في الصناعة التقليدية. الواحد عمره طفل عمره كما نقولوا 10 سنين 15 سنين يطلع من المكتب ياخذ راحة في الصيف بوه يهبط ويتعلم من النول أو يتعلم الردانة باش يدور. توا ما عادش النول توا النول اللي يتخدم بالليل ما عادش مع الخيط والمواد هذه بتاع الواحد هي اللي بطلتنا على الخدمة. ولاني ما بطلهاش الخدمة توا ما بطلهاش. يعني أقول لك من اللي عمري 15 عام خرجت من المكتب دخلت للصنعة التقليدية تاع النول. أول ما دخلت الردانة ندور الناس اللي تنزل. قعدت شي عام ولا عام ونصف في الردانة ندور. من بعد تالي وليت تعلمت النول وليت ننتج في النول. عملت نول هذايا وصابت ننتج في التخال اللي هذو ما نقول احنا تخال صغار خلال اسبوعي ولا خموسي ولا تاع بنات صغار تاع صبايا مش كبار خاطرني ما نجمش ننتج الكبار. اما بدلت تخال وليت ننتج في الحف اللي تغطاو به تاع فلوس اللي تغطاو به. قعدت زاد يجي 5 سنين ولكن ننتج في اللحفه. من بعد اللحفه وليت ننتج في البشاكر هذوما وخرينا حتى وصلت لعمري توا يعني عمري توا تقريبا 79 عام. هبطت للنول عمري 15 عام. احسب انت قداش عندي في النول يعني تقريبا فوق 65 وانا ننتج في النول. بقى النول قبل كنا نصوروا منه اني يعني صورت كانوا عندي 7 صغار بين البنات والولاد. 7 نقري فيهم الحمد لله رب العالمين وانا كلهم نجحوا الكل من النول هذاك. عندي لا مهندة ولا عندي حاجة. قعدت نواصل حتى توا واني ننتج في النول. وذريات كبروا وعرسوا ومشاو واني قعدت ننتج في النول. حتى ما عنديش شهر من اللي بطلت خدمة النول. هاو النول شوفوا فيه أنا خاطر صلحت الحانوت نحيته. كنا ناخذ شي شقياء قطر علاء ونصبغاها ونسقيوها بالسقي. نقنطها على الجعان ويمشي الشاي بيسداها على ناعوره ويطواها على مطوى ويبدا يتخلطوا. هاني دورنا والجعيبات الصغار وهو ينزل لك تخيل لك الرويض ويمشي بيحهم في قصر الهال ويجيب لنا شويه ماكله شويه زومه شويه قمح. النول اللي كان الواحد يحب يعمل رياضه يصوب للنول. النول تلقاه وقت اللي يخدم العينين تخدم الراس يخدم اليدين تخدم الرجلين تخدم الكرش تخدم معناها البدن نتاع بنادم الكل كايا تلقاه يخدم في النور. انا ايش خلاني هوني تو شد روحي شويه ولا باس الكل كايا خدم الرياضه بتاع النور. لو كاني مانيش ننجز وقاعد راني ما عادش نعتني نمشي اما بالنور والله ما ضبي. وبرشا الناس تو يقولوا لي ما تبطلش النور اخدم النول يودي ونخدمه ما فهم فماش. اما النول باهي الرياضه نتاعو ما تلقاش خير ماك الجري وخير ماك من الواحد. والتفضيل كله على خاطر اش على خاطر الخيط ما عادش عندنا موجود ما عادش تلقاه الخيط. ولو الناس يحتكروا فيه معناتك النوال النوال السوري هذوك احنا نقولوا الميكانيك هذوك حتى سلعه شويه اللي تجي سلعه ياخذها هو احنا ما عادش نلقاه ما عادش نلحق ما عادش فيها خبزه ما عادش ينجم يصور الواحد. وانتظم كل الوالد الصبح كل كانت الوالد كانت الرجال تنزل وتسدي بالناعورة ويخدموا على ارواحهم والفوطة يخدموا الخلالة يخدموا البشكير وضايع منسوب هذا دار عنه المنسوب دوروا بالعاب ولو كفاني كل شيء بيمات ونوالي مشات على ارواحها وحانوتي تقبل الوقت تخدم واني قاعده نخدم منظومه بالكري للناس. فهمتك. فتلك لك لبيت انا كوم نحب ناخذ حقه واني مرتاحه انا مثلا.
وعندنا احنا في مصير إدارة بتاع صنعة تقليدية وبتاع، ولكن ما عملت حتى شيء. ذاك هو من اللي بديت توا واللي نخدم فيه. قبل كانوا يعملون حتى تعاضديات، أنا في لندن كانت تعاضدية تجيب لنا الخيط. هي تجيب لنا واحنا نشاركوا فيها وهي تجيب لنا الخيط وتبيع لنا. التعاضدية مشات ما عادش. ولينا ناخذوا كم قزلات. أما توا مع شكل الخيط ما عادش فما موجود. ما نحب نتصور مع المشكلة كل مشكلة خيط توا ما عادش. المشكلة كل ولات مشكلة خيط. إي مشكلة يعني المواد نتاع النسيج الخيط ونسوا نقولوا احنا توما وفما القيام وفما قلت لك انا كيلو لنا كنا ناخذوا فيه ب 3000 و 3000 ونص توا ب 12000 ولا ب 12000 توا لانت الحاجة هذه ب 12000 القيام هذاك نتاع واحد ب 8000 التوما هذيك ب 6000 كنا ناخذوا فيهم وينك قبل كان الوقت اللي واحد ياخذ سلعة وينسج يصور توقع يمشي القزلات في كل وقت في كل وقت يمشي ويبيع الوقت كل نهار سوق كل نهار جمعة ما يخدمش في السوق في القزلات بل يمشي حتى مع ما السوق يبدا مع تقريبا مادي ساعتين يمشي مادي ساعتين يمشي مادي ثلاثة يمشي الأربعة يبيع يبيع وياخذ سلعة يلقى سلعة اللي يحبها هو الطعمة والقيام والغبرة كنا قبل نجوا فدخل نصبغوا حتى وحدنا طيبوا نحطوا الغبرة ونغليوها في الماء نجيبوا سلعة بيضة رزمها بالماء ونغطسها وفما اللي يصبخها في الخوابي بالنيلة نقولوا احنا فما خوابي في الحوانت تلقى صباغ وتهز لك السلعة هذيك يصبخها هو في الخابية بالنيلة وتهزها انت وتنشرها هنا إذا عندك صب وننشروا السلعة هذيك ونحطها ونسقيوها طيبوا الفرينة ونعم نسقي خاطر شوية باش تبدا شادة روحها نسقي واو ننشرها توا ما عادش كلمة توا تما انت أنا عمري 15 عام وقت اللي لقيت هناك لقيت عنده اجتماع في مبني باش يعملوا في الجامعة كل عبد الخباز ستة بتاع العشرين مشيت من هنا عرجلي مكني قرر باش يعملوا ستة بتاع العشرين وده بقى قعد حتى الثمانية ما جاش ناس مكتوبة في الجامعة من بعد تالي ولا شيء بعد وقت الشيخ هو قال راني سامحوني راهو العمر بتاعي مازال في الدنيا ولا راني مت كانت عنده ماي بنت اخته في قسلال شيء قبل ما يجي المكني تعدل دار بنت اخته سعيد اساس يقولوا لها وقت دخل من فم وقعد ارتاح شويه خش للتواليت وقت اللي خش للتواليت وتوضا ورقد كاش الميل وعذو الضو ضربه طيحوا فم كاي قعد تما بتو الناس من كاي ناداو ناداو ما جابش ولا كسروا الباب وخشوا الخو هزوا هنا زعفوا وهزوا قالوا له يا برا روح قلم لو كان نموت اللي ما نمشي المقرين ولا منكمل الخطاب بتاعي ونبلغ الشعب كله وكله في مجال روحت انا يجي العشاء متاع الليل وكليت ريحه ما عند امها خاطر مشيت ما قلتلاش